حرصا منه على مواكبة آخر المستجدات في مجال العقاقير والنباتات الطبية والصناعات المرتبطة بها، وتشجيعا على إقامة صناعات وطنية في هذا المجال. فرع العقاقير والنباتات الطبية يقيم ندوته الموسومة بالدور الفعال للنباتات الطبية في منتجات العناية بالبشرة والشعر من منطلق خطة الكلية العلمية ورؤية فرع العقاقير والنباتات الطبية خاصة. هذه الندوة تسلط الضوء على الدور الحيوي والفعال للمواد الطبية في إنتاج مختلف المواد التي تدخل في الصناعات الدوائية، ومنها ما يتعلق بالأمراض الجلدية والبشرة والشعر ومواد التجميل الأخرى، مما يسهم في الاستفادة من الثروة الوطنية في تطوير الصناعات الدوائية. يهتم فرع العقاقير والنباتات الطبية باستخدام النباتات الطبية والمواد الطبيعية في معرفة كيفية استخدامها في إنتاج ورفض الصناعة الدوائية بمختلف العلاجات الطبيعية ولمختلف الحالات المرضية. طبعاً فرع العقاقير له علاقات علمية مع بقية مؤسسات الدولة، خاصة المركز الوطني لطب الأعشاب في وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وكذلك وزارة التجارة. طبعاً فرع العقاقير يقوم بكثير من الأبحاث العلمية من خلال طبعاً الكادر في الفرع، ومن خلال أيضاً طلاب الدراسات العليا الماستر والدكتوراه. ويقيم فرع العقاقير والنباتات الطبية الندوة الموسومة الدور الفعال والحيوي للنباتات الطبية في صناعة مواد العناية بالبشرة والشعر. ونلاحظ أنه هذه الندوة تعتبر من التطبيقات العلمية للنباتات الطبية. ومنذ مئات السنين من الاستخدام التي أثبتت أن المكونات الطبيعية التي تعتمد على النباتات الطبية تساعد في إبراز جمال الجلد والشعر، واستوعبت هذه الأمور العديد من الشركات في هذا المجال. إلى جانب ذلك أن مستخلصات الأعشاب الطبيعية هي جزء هام من المنتجات المختلفة للعناية بالشعر والبشرة والجسم. واليوم بواسطة استخدام تقنيات علمية ومتطورة نصل إلى تحقيق أقصى قدر من القدرة على الشفاء والفعالية للنباتات الطبية. وفي الواقع أن النباتات الطبية تحفز عمليات الحماية والوقاية وإعادة التأهيل، فهي تحتوي على الفيتامينات، المعادن، الأنزيمات وغيرها من المكونات الأخرى الضرورية لصحة الجلد والشعر.